بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الإنسانية التي تبذلها كوادر العتبة العباسية المقدسة للزائرين الكرام. نظم قسم التطوير والتنمية المستدامة دورة تخصصية خاصة بعلوم التمكين الإداري للكادر المتقدم في العتبة المطهرة، وركزت الدورة خلال الأيام الثلاثة التي شهدتها اطلاع المتدربين على النظم الحديثة والطرق العلمية الخاصة بعلم الإدارة وسبل تطويرها، بما ينعكس إيجاباً على أداء المنتسبين في العتبة المقدسة، والذي بدوره ينعكس في خدمة الزائرين والمشاريع الخدمية بمختلف عناوينها. انطلاقاً من رؤية العتبة العباسية المقدسة في تقديم أفضل الأداءات، هذه الدورة هي جزء من سلسلة دورات قدمناها إلى المعاونين، هدفها إكسابهم مهارات التخطيط اللازمة لوضع خطط قابلة للتنفيذ مستقبلا إن شاء الله. الأهداف على الجميع أن التدريب والتطوير له بداية وليست له نهاية، وكل ما يتم أعطاه للسادة رؤساء الأقسام ومعاوني رؤساء الأقسام هو لتنشيط وتطوير وتحسين العمل، وما نشهده هذه الجلسة هو التخطيط الاستراتيجي أكيد ستضيف إلى عمل الأقسام وإلى وضع خطة سنوية للسير وفق هذه الخطة التي تم إعدادها. حقيقة هذه المحاضرات تحتوي على معلومات قيمة جدا، صقلت كل ما كنا نعمل به سابقا من صيغة التجربة إلى الصيغة العلمية، يعني حولت المعلومات من أمور عملية بحتة إلى أمور علمية بحتة، يعني قللت مسافات العمل، قللت الروتين، أبرزت الحاجة الحقيقية للعمل وللأفراد كذلك. وتجهد الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على تطوير كوادرها من خلال برامج متنوعة وبشكل مستمر لتواكب التطور المتسارع في الشؤون التي تصب في خدمة المجتمع.